السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كورة سبورت، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الأهلي ولا غير النادي الأهلي، وبنرد فيها دايما عن الأكاذيب والإشاعات المغرضة عن النادي الأهلي. عشان كده الفيديو دوت موجه لكل الأهلاوية فقط، لو أنت مش أهلاوي ما تتفرجش على الفيديو علشان ما تزعلش مننا أو تغضب مننا. طيب نخش سريعا في الفيديو بتاعنا النهاردة. شفنا طبعا الفوز الصعب امام نادي الجونة، بعض الاخطاء الفنية من بداية المباراة، تشكيل، طريقة اللعب، الكلام ده كله اخطاء فنية، ولكن بعد الفوز الحمد لله، والاهم بالنسبة لنا هو الثلاث نقاط. احنا في مرحلة تجميع النقاط من اجل حسم الدوري مبكرا، وبعد كده اراحة اللعيبة، وبعد كده الاستشفاء وعودة اللاعبين مرة اخرى للتجهيز لمباراة الوداد، وهي المباراة الاهم بالنسبة للنادي الاهلي. لكن النهاردة مع فوز النادي الاهلي النهارده كان في لقطه مهمه جدا جدا جدا، وهي فرحه احمد فتحي بهدف الفوز القاتل في الدقيقه حوالي 96 او 97 من المباراه، والسبرنت اللي عمله احمد فتحي على محمد الشناوي، غير الغل والروح الجميله اللي كانت عنده طوال المباراه. لاعب بيلعب برجوله بالرغم انه خلاص الموسم ده هو اخر موسم بالنسبه له، الدور دوت هو اخر دور بالنسبه له مع النادي الاهلي، ولكن بيلعب بكل رجوله، بيلعب بكل احترافيه. واحد تاني كان ممكن يقول لك لا احافظ على نفسي الشويه دول والمباريات الباقيه، انا كده كده رايح هاخد بالملايين مع بيراميدز، ولكن بجد بجد احمد فتحي لاعب راجل، لاعب عنده روح فانيله النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. النادي الاهلي هيخسر كتير برحيل احمد فتحي، امنيه شخصيه كنت اتمنى ان احمد فتحي يكمل مع النادي الاهلي. بصوا يا جماعه دي الصوره، ودي فرحه احمد فتحي مع محمد الشناوي بالهدف القاتل، دي فرحه واحد بيحب وبيعشق النادي الاهلي. مشي من النادي الاهلي وراح بيراميدز، ولكن حبه للنادي الاهلي هيفضل في جوه قلب احمد فتحي، فشابوه وتحياتي ليه احمد فتحي. طيب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور طلع امبارح في مداخله هاتفيه في احد البرامج الرياضيه، اتكلم على ان النادي الاهلي والخطيب ما يقدرش يكسبه، وان طوال تاريخه مع نادي الزمالك النادي الاهلي ما كسبش غير مباراتين بس. بس هو قال كده، يبقى سمعا وطاعا يا سيدي، والقطيع الابيض يمشي ورا. طيب دورنا وبحثنا كم عدد المباريات اللي تم لعبها قدام نادي الزمالك من الاهلي ضد الزمالك، 21 مباراه، دوري افريقيا، سوبر، كاس مصر، 21 مباراه اتلعبت بين الاهلي وبين الزمالك في عهد مرتضى منصور. عدد المباريات التي فاز بها النادي الاهلي 12 مباراه، الاثنين اللي قال عليهم رئيس النادي الزمالك زائد 10، يبقى 2 و10 يبقى 12 مباراه. الزمالك فاز في 3 مباريات بينما كان التعادل 6 مرات. الاهلي في ال 21 مباراة احرز 28 هدف بينما نادي الزمالك احرز 13 هدف، فبالله عليك مين الكذاب؟ انا جايب لك بالتواريخ اهوت وبالارقام وبالاحصائيات. انت بتقول الاهلي ما كسبكش غير مرتين، احنا جايبين لك بالدليل والبرهان. الاهلي كسبك 12 مرة وانت كسبت 3 مرات و6 مباريات كانت تعادل. ده ردنا على رئيس نادي الزمالك. طيب بكرة ان شاء الله، او خلاص النهاردة الفيديو هينزلك الساعة 3 النهاردة، النادي الاهلي هيعمل تحليل دم بدلا من المساحات. البروتوكول الجديد لاتحاد الكورة في موضوع كورونا هيودي الاهلي والزمالك في داعية. انا بقول لك اهلي وزمالك، مش اهلي بس. الاخ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت واللجنة المبجلة سألوا واستفسروا هو المغرب الدوري باظ عندهم ليه؟ فكان الرد ان الناس هناك ما بيعملوش بالمسحات، بيشتغلوا عن طريق التحاليل اللي هي تحاليل الدم اللي هي الرابيد تيست، التحاليل السريعة. والتحاليل السريعة دقة بتاعتها لا تصل ل 30-40%. عشان كده بنلاقي النهاردة اكتر من 17 اندية في الدوري المغربي كلهم مضروبين بالكورونا، كل نادي عنده ما لا يقل عن 6-7 لعيبة، الوداد المغربي نفسه عنده 14 لاعب، الدوري المغربي في طريقه للإلغاء.
فكانت الفكرة بتاعت عمنا الجنايني ان خلاص لقيناها، هنوفر فلوس يا جماعة بتاعت المسحات، لان المسحة الواحدة للاعب الواحد بتساوي 1000 جنيه، فهنوفر فلوس حلوة للاتحاد المصري لكرة القدم، وكمان هنبوظ الدوري ونرضي سيادة المستشار ان احنا نبوظ دوري المصري الممتاز بسبب فيروس كورونا، لما الفيروس يضرب كل الأندية ونلاقي ان احنا مش قادرين نلعب مباريات وعمالين نأجل في المباريات، نطلع نلغي الدوري وتبقى حجتنا ان الكورونا ضربت الأندية. الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قدم 1.5 مليون دولار للاتحاد المصري عشان يعمل المسحات والحاجات الخاصة والإجراءات الاحترازية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا عشان تلعب الدوري بتاعك. 1.5 مليون دولار راحوا فين؟ أكتر من 23 مليون جنيه راحوا فين؟ احنا لحد النهاردة اتصرف 3 مليون جنيه على المسحات بتاعة الأندية، 3 مليون جنيه. ال 20 مليون عايزين توفروهم هتودوهم فين؟ هتودوهم خزنه الاتحاد ولا هتودوهم جيوبكم؟ عايزين نعرف. انت رحت جبت شركه بالامر المباشر، اللي عملت لا مناقصه ولا مزايده ولا اي نيله في اي بتنجان، ورحت جبت شركه من مزاجك، والله اعلم السبوبه اللي طلعت منها هي، الله اعلم، ما اقدرش اتهم حد. وفي نفس الوقت جاي للنهارده بعد ما صرفت 3 4 مليون جنيه تقول لي لا انا احنا مش هنكمل مسحات وهنكمل تحاليل دم. طبعا التحاليل الدم تيجي النهاردة النادي الاهلي والنادي الزمالك داخلين على مباريات دوري ابطال افريقيا، خلاص اقل من شهر، مباريات الاهلي قدام الوداد والزمالك قدام الرجاء، تحليل ما يظهرش النتائج، خش لاعب مصاب لا قدر الله من الاهلي او من الزمالك، خش في التدريبات اعديلك 6 7 8، هوب الاهلي يروح يواجه الوداد من غير 6 7 لاعبين من اللعيبه المهمه، او الزمالك نفس الموضوع يروح يلاعب الوداد المغربي 6 7 لعيبه ناقصين قدام الرجاء المغربي. شفتوش بجاحه اكتر من كده؟ انتوا عايزين تودونا لحد فين؟ عايزين تودونا في داهيه؟ اقسم بالله الناس دي لازم تتحاسب على اللي بيعملوه في الكره المصريه. يعني انت شايف الدوري المغربي والاتحاد المغربي عمل نفس الغلطه، اللي هو بدل ما يبدا بالمسحات ويكمل بنظام المسحات، لا اشتغل بنظام تحاليل الدم اللي هو الرابيد تيست. انت كمان عايز تمشي وراه؟ يعني انت مش شايف الوكسه اللي فيها الدوري المغربي؟ عايز توكس الانديه المصريه اكتر ما هي موكوسه؟ يعني انا الاهلي والزمالك لما يخشوا افريقيا والنادي الاهلي بقى عنده 7 لعيبه اساسيه مش موجودين في ماتش الوداد ويروح يشيل، ويجي الزمالك برضو 5 6 لاعبين اساسيين ويروح يشيل، مين اللي هيتحاسب على الامر ده؟ طبعا محدش هيتحاسب، لان احنا في مكان ما بيتحاسبش فيه الا الغلبان، انما الفاسد الفاجر الداعر ما بيتحاسبش. ده النهاردة جاي لك 23 مليون جنيه للاتحاد الدولي عشان تعمل تحاليل لكل الأندية لحد ما تخلص الدوري بتاعك، هتوفر 20 مليون ليه؟ هي كانت جاية من جيب أبوك؟ هما ال 20 مليون جنيه دول جايين من جيب الخول الجنينة؟ ما انت مالك انت، ما تسيب يا سيدي الفلوس وتصرفها على المسحات ونطمن على اللعيبه بتاعتنا ونحافظ على صحه اللعيبه بتاعتنا. هو هيسوى ايه لما لاعب عندك يموت بفيروس كورونا بسبب ان حضرتك استخسرت وقلت توفر الفلوس؟ ما كفايه وساخه بقى، كفايه قرف بقى، ريحتكم بقت وحشه، ريحه الوساخه والقذاره بتاعتكم بقى زي الزفت. عايزين تلغوا الدوري؟ الغوا الدوري، انما مش بالشكل ده، مش بالوساخه والقذاره دي. انت كده بتدمر لي مسيرتي في افريقيا، يعني غير ان انت عايز تبوظ الدوري انت بتضيعني في افريقيا. ولا ديت امر من البيه المستثمر العربي اللي عمال يصرف هنا وهنا وهنا؟ ليه لا؟ ما يمكن عايز يبوظ الدنيا والاهلي لا يشوف بلح ولا عنب ولا اي حاجه، لا يطول دوري ولا يطول افريقيا عشان تضطرب على دماغ مجلس إدارة النادي الأهلي. طيب النهاردة في قناة نادي الزمالك، نادي الأهلي كسبان الجونة في آخر دقيقة وواخد 3 نقاط ومتصدر الدوري،
تطلع قناة نادي الزمالك تهاجم كابتن محمود الخطيب وتقول ان الخطيب هو اللي خسران بعد ما رفض دعوة حضور افتتاح الانشاءات في نادي الزمالك، لانه لما هيرجع للنادي الاهلي هيتكسف من الاعضاء بعد ما يشوف انشاءات نادي الزمالك. في حتة عيل كده ملوش لازمة اسمه كريم باين او كرم او حاجة زي كده، بيقول لك شرف لاي حد من مجلس ادارة النادي الاهلي من الكبير للصغير يقعد مع المستشار. يا ابو شخة انت كنت من يومين ثلاثة، من شهر شهرين كنت شغال في قناة الاهلي، كنت حتة مراسل ملكش لازمة. لكن لما قناة الاهلي نطفت من الاشكال الوسخة اللي كانت فيها، اشكال القذرة اللي كانت متزملكة داخل النادي الاهلي، جاي النهاردة تقلب على النادي الاهلي وتقول شرف لاي عضو مجلس ادارة في النادي الاهلي انه يقبل دعوة رئيس نادي الزمالك؟ الشرف للاشكال القذرة اللي زيك مش لينا احنا. الشرف اتكلم عن نفسك بس، ما تتكلمش على اسيادك. للأسف ليه اللي عمله كابتن محمود الخطيب النهاردة من رفض دعوة رئيس نادي الزمالك او يقبل ان هو يروح يحضر الانشاءات؟ مش ممكن حد يفضل يسمعني كل التجاوزات والسباب والشتائم على الهوى اللي ممكنة وغير ممكنة واروح اقول له اهلا وسهلا انا قبلت دعوتك؟ ما ينفعش ان انت كرئيس نادي زمالك متهمني بالتخابر مع قطر وان انا عميل لدولة قطر وتيجي تقول لي تعالى انا دعيتك علشان تحضر انشاءات ومنشآت والكلام ده كله. انت لسه من يومين رافع عامل دعوة او بلاغ للنائب العام ضد الكابتن محمود الخطيب في موضوع الفيديو المسرب، هتاكت عرض اخت كابتن محمود الخطيب المتوفاة اللي بين ايدين ربنا واتكلمت عليها وجبت سيرتها بالالفاظ التي لا تقال في الاحياء، فما بالك انت في حق الاموات؟ عايز الخطيب يقبل دعوتك على ايه؟ هو الخطيب دوت مش بني ادم مثلا؟ يعني انت عايز تشتمه، تتجاوز في حقه، تقدم بلاغات ضده وتقول عليه خاين وعميل وتابع ابو سنيده ومسنيده وابو سنيده وسنيده والكلام ده كله، وتتهم اخته في عرضها، اخته المتوفاه، انت فاهم يعني ايه متوفاه؟ في عرضها، وتتكلم في ده كله وتيجي تقول لي اصل انا بقدم الصلح وعايزين نرقى بالصدع وعايزين نقلل من الفتنه. فتنه ايه ده؟ انت لما لاعب الاهلي وليد سليمان راح يزور لاعب الزمالك محمد عبد الشافي واعتذر ليه، طلعت انت قلت انا مش قابل اعتذاره، وانت اللي بتزود الفتن بين الجماهير. قول لنا رايكم في التجاوزات اللي بتحصل وقله الادب والوساخه اللي بتحصل سواء كان من خول الجنينه او من الزلنطح. شكرا ليكم، سلام عليكم.